النهارده موجودين كيوم 21 ديسمبر يوم تعبد الشمس على معابد الكرنك على قدس الاقداس، وزي ما انتم حاضرين حضراتكم ده حدث عالمي بيحضروا كل الاجانب السائحين اللي موجودين في الاقصر. واليوم ده احنا بنستعد ليه من فتره طويله باعتبار احنا عايزين نعظم من قيمه الحدث، وفي نفس الوقت ده يبقى عنصر من عناصر التنشيط السياحي. واحنا بنقول بسم الله، يعني احنا عندنا السند الحمد لله ماشيه كويس، وفي نفس الوقت محافظه مستعده تماما للحدث ده، وفي نفس الوقت لاستقبال السائحين على مدار العام. شهد معبد الكرنك اليوم اصطفاف وتعامد لاشعه الشمس على المحور الرئيسي للمعبد، وقد ظهر قرص الشمس في وسط المعبد وانار عناصر مختلفه منها قدس الاقداس الذي كان يحتوي على تمثال المعبود امون. ومعبد الكرنك من المعابد المشهورة عالميا والتي تحتوي على عدد من الظواهر الفلكية، ظاهرة اليوم هي إحدى هذه الظواهر. حدث اليوم كان رائعا، لقد جئت إلى مصر منذ 10 أيام لخوض هذه التجربة ومشاهدة تعامد الشمس على معبد الكرنك. رسالتي لأصدقائي تتلخص في أن يأتوا إلى مصر لخوض تجربة جديدة لم يشاهدوها من قبل. لقد كانت مشاهدتي لحدث تعامد الشمس منذ بداية اليوم شيئا رائعا، وربما هي من أجمل ما شاهدته في حياتي.